فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإنفاق، ومنزلة الإنفاق هي من أعلى الدرج من المدارج التي تؤدي إلى الصدق التام في مقام الإيمان، وهي الباب الأوسع لمنزلة الصديقية التي كان عليها الصديقون الذين هم على ما يلي الأنبياء من أهل الإيمان والصلاح. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على هذه المنزلة الرفيعة بما شهد الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد كان الإنفاق فعلا من أهم سمات صديقيته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الباب الأكثر اختصارا في السير إلى الله جل وعلا والأضمان بإذن الله للوصول باب الإنفاق. وقد سماه الله جل وعلا في القرآن الكريم الإنفاق، وكذلك سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بالإنفاق. والإنفاق بهذا المعنى من حيث هو منزلة إيمانية أشمل بكثير من كل أنواع الصدقات، سواء في ذلك الصدقة المفروضة وهي الزكاة، والصدقة التطوعية التي هي ما دونها، وكذلك الصدقات الواجبة مما يتعين على الفرد أو على الجماعة بالضرورة، كسائر الواجبات الكفائية في الصدقات العامة كإطعام المساكين والأيتام والفقراء الذين إطعامهم واجب كلي كفائي على الأمة جميعا. ويدخل في ذلك إطعام الأهل والإنفاق على الوالدين وما يتعلق بالإنسان المؤمن في مجال النفقات الشرعية، كل ذلك داخل في معنى الإنفاق، فهي كلمة واسعة شاملة جامعة لكل معاني إنفاق المال، واجبا كان أو غير واجب من أركان الإسلام، أي زكاة كان أو غير زكاة كيفما كان. ولذلك ما ينبغي أن يفسر الأمر بالإنفاق في كتاب الله جل وعلا على ما درج عليه بعض المفسرين من أنه الزكاة، لا، الإنفاق أوسع من ذلك وأعظم عند الله جل وعلا منزلة ودرجة أعظم من ذلك. فحينما قال الله جل وعلا على سبيل المثال، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، ما ينبغي حمل مثل هذه الآية على مجرد صدقة الزكاة أو غيرها، بل أنفقوا على الإطلاق، أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، إنفاق مطلق، إنفاق غير محدود بمكان ولا زمان ولا حاجة، وهو الذي يوصل الإنسان، قلت فعلا وبشكل مختصر، بشكل مختصر عجيب، إلى معالي المدارج الإيمانية. وما حديث ذهب أهل الدثور بالأجور عنا ببعيد، حينما جاء أهل الصفة وهم فقراء الصحابة ممن هاجروا من مكة إلى المدينة ولم تكن لهم صناعات ولا حرف في أذهانهم من التجارات مما يكتسبون به، وبقوا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء عالة على الأنصار وغيرهم ينفقون عليهم، جعلوا يجتهدون في العبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل والأذكار وغير ذلك مما هو معلوم مما يوصل إلى الله جل وعلا ويستدر رحمته ورضاه. لكن حينما قرأوا كتاب الله وسمعوا من رسول الله ما أعد الله للمنفقين من درجة العلا، تنبهوا وشكوا ذلك إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور الأغنياء، أي من الدثار يعني مغطي مريش، يعني معمر بالريش، يعني الدثار يعني مغطي مزيان مليء كما يعبر الفقهاء وكما في الحديث أيضا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأذكار التي علمها إياهم عليه الصلاة والسلام. فذهب أهل الصفة أي هؤلاء الفقراء من الصحابة يذكرون الله بالتهليل والتسبيح والتحميد إلى غير ذلك مما علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فبلغ ذلك أهل الدثور، يعني الأغنياء عاودوا وصلهم الخبر بأن راه كاين أذكار تذكار ولكل ذكر كذا وكذا من الحسنات، فجعلوا يقولون ذلك أيضا، أي جعل الأغنياء يذكرون الله زيادة على الإنفاق في سبيل الله، جعلوا يذكرون الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتحميد. فلما وجد أهل الصفة ذلك أي الفقراء، وجدوا أن الأغنياء أيضا صاروا يذكرون الله بهذا الذكر الذي ظنوا أنه خاص بهم، قالوا يا رسول الله إنهم صاروا يقولون ما نقول، فسبقونا، يعني جرينا نسبقهم وعودوا سبقونا. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفي هذا حكمة بالغة. شحال من واحد كيسحاب له، يعني أنه تفضيل هكذا على غير حكمة، يعني ربي تعالى تكرم على واحد مجموعة الناس وعطاهم المال وكان هكذا بغير حكمة فسبقوا، أبدا هذا غير صحيح مثل هذا الفهم. وقد يبتليك الله بالمال ولكن معه يبتليك بالشح والبخل، فبدل أن يقودك مالك إلى الجنة يقودك إلى الجحيم. راه ماشي مشكل تملك المال، المشكل هو تملك المال وتقدر تخرجه، هذا معنى قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي أن الفضل الحق إنما هو تلك القدرة الإيمانية العالية التي أوتيها ذلك الغني في أن يقول بالمال هكذا وهكذا وأن يسلطه كما في الحديث على هلكته، أي الذين يأكلونه من الحاجات المصالح العامة والخيرات وأعمال البر والإحسان يسلطه على هلكته. هذه المرتبة الإيمانية العالية هي الفضل الحق، وإنما المال وسيلة ذلك. فإذا ليس من السهل أن تكون منفقا، ليس من السهل أن تكون منفقا بالمقارنة مع يعني خاصية الإنفاق وخاصية جمع المال، من السهل أن تجمع المال، يعني إذا درت المقارنة بين تكون منفق أو كتجمع المال. لما؟ لأن جمع المال صحيح هو من حيث التقدير الإلهي هو رزق رزق، ولكن الله عز وجل رتبه على أسباب، يعني كاين اللي ربي كرمه عنده خبرة في مخه، عنده صناعة كسبية، أنه يعني إما تاجر أو فلاح أو مضارب إلى غير ذلك، عنده خبرة. كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجر بغوا يعطيه الأنصار المال، قال لهم بارك الله لكم في مالكم، أروني سوقكم، وريني غير السوق الله يهنيك، الحرفة عنده في مخه، فتاجر في السوق فأصبح من أغنياء المدينة بعد ذلك. فإذا يعني جمع المال عنده أدوات، عنده قوانين تحكمه، بمعنى عنده أسباب مادية من أتقنها هذه أسباب تؤدي إلى مسببات، إذا قدر الله جل وعلا بإرادته وحكمته ترتيب المسببات على الأسباب استغنى الإنسان الجامع المال. فإذا جمع المال والاستغناء والكسب صناعة حرفة، بينما الإنفاق هبة من الله. ما يمكنلكش بين عشية وضوحها بغيت تولي منفق تولي، ما تستطعش إلا إذا من الله عليك بفضله بهذه المنزلة الإيمانية، لأن الإنفاق مرتبة إيمانية ومنزلة، إنما ينالها العبد بفضل الله وبرحمته وبمنه جل وعلا وبمنه. يمنون عليك أن اسلموا، يمنون عليك أن اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هو جل وعلا الذي يهدي العبد إلى الإيمان، وهو جل وعلا وحده الذي يرقيه بمراتبه، وفي الحديث لا يدخل الجنة أحد بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأنه باش تدير الخير هذيك راه هداية، راه ربي كرمك وجعل قلبك يلين لهذا الخير. وأنا وانت، أنا وانت عندنا أحوال، واحد المرة تلقى راسك سخي قادر تنفق رزقك كله، واحد الخطرات تلقى راسك يعني جاف لا قدرة لك على فعل الخير إطلاقا، وانت هو انت، وإنما الذي تغير فيك الإقبال والإدبار والصعود والنزول والقبض والبسط في حال قلبك الإيمانية. ولذلك إذا رأيت الغني ينفق في سبيل الله فإن الله جل وعلا اختاره لهذه المهمة ولهذه المنزلة الإيمانية بفضله سبحانه وتعالى ونعمته وكرمه. والأغنياء كثير والمنفقون قليل قليل قليل، ولذلك كانت فعلا منزلة الإنفاق منزلة إيمانية حقيقية، ليس هكذا عبثا. أن عرف النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة بأنها برهان، والصدقة برهان يعني دليل قاطع على ما في القلب من تصديق الإيمان العالي، وسميت الصدقة صدقة وهي ضرب من ضروب الإنفاق، نوع من أنواع الإنفاق.
علاش تسمى صدقة؟ لأنها مشتقة من تصديق، ولأنها مرتبة تؤدي إلى الصديقية. راه الصديق والصدقة يعني مصطلحان ولد العم، لأنك حينما تقدم ما عندك لله على عقيدة أن هذا الذي أخرجته صدقة أو زكاة أو هبة أو إمتاعا إلى غير ذلك من معاني الإنفاق، فأنت تعتقد أن ذلك العمل قد رتب لك عليه أجر ليس في الدنيا بل في الآخرة. كنعطي حاجة مادية محسوسة محسوبة، واش كنشد هنا؟ ما بين والو، كل ذلك هناك. هذا إذن يعني إيمان بالغيب، تعطي المادي المحسوس، تنفق الصفراء والبيضاء كما عبروا قديما، يعني الذهب والفضة، الدينار والدرهم، الصفراء والبيضاء، على أن تنال وعدا وعدا من الله جل وعلا أن يدخلك الجنة. إذا ما كانش الإنسان من أهل اليقين فلن يذهب بعيدا في هذا الشوط وفي هذا الطريق. كل مصحاب اليقين باش كيعرف بأنه الدرهم اللي ينفقه هنا كيولي عشرات، ماشي عشرة، عشرات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله هنالك عنده. لا يكون على هذا الوزان إلا أهل اليقين، وهم الصديقون فعلا. الصديقون يعني واحد درجة ما وصلوها لا الشهداء ولا الصالحون ولا من بين هؤلاء وأولئك من أهل الصلاح ومراتب الفلاح، هم اللي كيشدوا مباشرة على الأنبياء، عن الأنبياء مباشرة. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق، وقد وصفه أهل التراجم أنه يعني لم يكن في أصحاب رسول الله يعني قد اشتهر ولا عرف بكثرة صيام وكثرة صلاة وقيام، لا، وإنما الذي عرف به أبو بكر هذا الذي وقر في قلبه من اليقين المطلق الجازم، كأنما رأى الآخرة رأي العين، ما بقي لما في قلبه من حقائق الإيمان من مزيد، وصل حد الامتلاء إيمانا رضي الله عنه وأرضاه. فإذا بلغه الخبر من رسول الله قال سمعنا وأطعنا، ما ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه تردد في أمر قط من أمور رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا ارتكب خلاف الأولى فيوجهه الله بقرآن ينزل من السماء في شأنه. فهذه مرتبة الولاية الكبرى، يعني أعظم مكين في الولاية الصديقية. ولذلك حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال لتجهيز غزواته، جاء كل بالمال الذي على قدر منزلته الإيمانية، فمن جاء بثلث ماله، ومن جاء بنصف ماله، ومن جاء بربعه، ومن جاء ومن جاء، فجاء أبو بكر بكل ماله، جاب كل شيء حطه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال لهم تركت لهم الله ورسوله. يعني واحد توكل يعني أشبه ما يكون بالخيال لولا أنه مر في الأرض وكان جزءا من تاريخ الإنسان في هذا الدين. تركت لهم الله ورسوله، لأنه عارف بأنه حتى حاجة ما دياله، كل شيء عنده إنما هو عارية. ماذا تملك يا ابن آدم من أمريك؟ إنما المالك الله، هو المالك، يملك الدنيا ويملك الدين جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا. ومن العجائب فعلا دلالات اللطيفة ديال كلمة الإنفاق أن راه هي أوسع من الصدقة، الصدقة جزء من الإنفاق. النون والفاء والقاف نفاقة في العربية، هذا الجدر اللغوي اللي تشتق منه وتخرج منه الكلمة ديال الإنفاق، كتعني الحاجة سالات ما بقاتش فضات كملتها. ولذلك لما كنقولوا التاجر نفقت سلعته في السوق أو سلعته نافقة، هي هذيك اللي كنسميوها احنا بالدارجة مول المليح، باع وراح كيمشي للسوق اللي عنده كيتباع كيطير، تلك سلعة نافقة، الضد ديالها بائرة. فإذا حينما تنفق معناها كتخوي كل شيء، يعني فعلا وقصدا، ليس معناه يعني فعلا بأنه الإنسان خصو يفضي مع رزقه كله، لا، ليس هذا المقصود، ولكن عنده القدرة الإيمانية لصناعة هذا، عنده القدرة. يعني لو وصل واحد الحاجة اللي شاف بأن الأمة فعلا قد وصلت من ضرر والاحتياج إلى أن ينفق ماله كله لتسد الخلة، أنفقه كله، هذا منفق، هذا منفق. ولذلك لما أبو بكر الصديق شاف الحالة النازلة وأن هذه غزوة من غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما يؤتى به من المال يعني لن يسد الخلة، جاب ماله كله حطه له إنفاق. وإلا من ناحية المادية ما كلف شخص إلا على قدر طاقته،
وهو الله سبحانه وتعالى قال أنفقوا مما من ديال التبعيض، أي من بعضي ما رزقناكم. ولكن تكون عندك هذه القدرة الرياحية العالية ديال الإنفاق، بمعنى أنك لما كتنفق هذه تخرج هذه وهذه كتخليها، راه ماشي خليتها لأنه يعني أنت كتعتبرها راه ديالك وما عند الحق يطالبك بها، لا، كل شيء لله. وإنما تترك ما تترك بهذه النية، وهي أن الله آذن لك في أن تبقيه بين يديك، تنفق ما تنفق لله مستجيبا للقرض الذي استقرضك الله إياه، وتبقي ما تبقي، كتقول ملشي هو الله ماشي أنت ولا أنا، يا ربي هل تأذن لي أن هذا الطرف يبقى عندي؟ فالله آذن لك بنص الكتاب والسنة في أن تبقي ما تبقي مما دون الحاجة، حاجة المصلحة الإسلامية والضرورة والخلات التي في مجتمع المؤمنين، ما دون ذلك آذن لك فيه في أن يبقى عندك، وأنت عنه آنئذ مستخلف، راك غير ربع ولا خماس عليه، ماشي ديالك، ماشي أنت ملشي. هذا وخم يخرج المال كله كيتسمى منفق، لأنه خرجوا من قلبه كله، وعرضوا الملاك كيقول يا ربي هذا ديالك إلا بغيتوها هو. فهذا هو الإنفاق الحق، وهذه هي المنزلة العالية 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 التي لا مدخل منها وإليها إلا الجنة. وبهذه باش أهل الدثور سبقوا بالأجور، بهذا أهل الدثور سبقوا وذهبوا بالأجور، بهذا المعنى حقيقة منزلة الإنفاق. مش متخيل شي واحد بأنه إذا كان الإنسان يمن بماله ويعطيه كيتفخم به راه يعني من المنفقين، أبدا. المنفق هو شخص لا يرى أمامه إلا الآخرة، هذا ماشي ديال هنا ديال ليه، شخص يعني يعيش بقلبه في السماء وبروحه في اليوم الآخر، ويرى مشاهد الخيرات والبركات مما ينشئ ويعرش من المال في الدنيا، ولكن هو البنايات دياله العمارات دياله هنالك، هذا منفق. ولذلك قال الحق من قبل أن ياتي يوم، وانكره تنكيرا لتعظيمه، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع، ما غاديش تعود تبيع وتشري وتدير المال تما وتحل به المشاكل ديال الحسنات والسيئات، لا بيع، نفي لجنس البيع مطلقا، ولا خلة، ما كاينش عمك ولد عمك خوك تها تقطع ديك الشيء، فلا أنساب بينهم يومئذ نهائيا، كاينش اللي ينفعك ولا بحسنة واحدة إلا بإذن الله، ولا شفاعة، ما كاين وسائط، ما كاين اللي يدخل لك، وإنما شفاعة رسول الله لأهل التقوى وأهل الصلاح والفلاح عليه الصلاة والسلام. قال والكافرون هم الظالمون، أنا إيش قال الكافرون؟ لأن المؤمن نعوذ بالله المسلم إذا خسر حساب الآخرة، معناته أنه ما كانش مجددا للآخرة، فإذا لم يكن قد حضر نفسه لهذا اليوم معناه أن إيمانه بالغيب كان ضعيفا، وإنما إنكار الغيب شأن الكفار، والكافرون هم الظالمون بما أنكروا الغيب وأنكروا هذا اليوم ولم يؤمنوا بأن هنالك حسابا وعقابا. فاحذروا أيها المؤمنون أن تصيبكم عدو الكفر وإن لم تكونوا كافرين، لأنه رأى الخطاب هنا في الآية كيتكلم مع المؤمنين، رأى البدء قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ينادي المؤمنين واختم لهم والكافرون هم الظالمون، وعندك تكونوا بحالهم، هذا المقصود. لأن سيمة أن يخسر الإنسان الآخرة هذه مش دي المسلمين، مش دي المؤمنين، دي الكفار، لأنهم ينكرون الغيب. فلا ينبغي لمؤمن أن تصيبه عدوى خسران الآخرة، ليس بإنكار البعث لا، ولكن بضعف اعتقاده فيه وعدم ترتيب عمله كله عليه. الصديقية فعلا التي تنال بهذا العمل صعب ولكنه سهل على من سهله الله عليه، كي اللي عنده المتعة عنده اللذة في أن ينفق ماله في سبيل الله ويجد في ذلك راحة عظيمة جدا، كما كان يجدها العباد في الصيام والصلاة والذكر يجدها هو في الإنفاق في سبيل الله. ولكنها صعبة إذا لم يفتح قلب العبد لها، إذا لم يفتح ولم يشرح، هي والإيمان شيء واحد، لأنها هي درجة من درجته ومرتبة من أعلى مراتبه. الإيمان غير اللي يشرح الله صدره له، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وذلك العبد من أدعيته التي ينبغي أن يدعو الله بها أن يجعله من المنفقين الذين مدحهم الله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ولا بد إذن ليكون المنفق منفقا حقيقة أن يكون بإنفاقه عابدا لله، كتعطيل الله ما كتعطيل حد. ولذلك لا ترجو من إنفاقك جاها ولا مرتبة دنيوية ولا نجاح تجارة ولا سمعة ولا ولا ولا، كل ما تخلل الإنفاق من ذلك أفسده وأحبطه وأبطله. وفي صحيح البخاري: من سمع سمع الله به يوم القيامة. شنو يسمع؟ كيدير الحاجة وبدأ يعودها للناس. ايوا احنا درنا واحد مشروع خيري هنا، ودرنا واحد دار القرآن لهي، ورحنا كنديرو وكنفعلو، وراني جبت كذا وعطيتهم كذا. من سمع سمع الله به يوم القيامة، يعني داك الكلام كتعاودو إذا كان بالنية ديال أنك كيعجبك الحال يتقال عليك فلان منفق. فأولا أبطلت عملك، ربي ما كيقبلش لأنه ما عطيتوش لله، راك تعطيه باش يتقال عليك. ثانيا يفضحك الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. من سمع في الدنيا، هذا المعنى ديال الحديث، من سمع سمع الله به يوم القيامة، من سمع في الدنيا أعماله للناس بقصد المراءة وبقصد جلب منافع دنيوية باش يربح شي أشياء دابا، يتعرف بالخير ويجيه الكليان بزاف ولا ينجح في الانتخابات أو من هذا أو ذاك، فضحه الله على رؤوس الأشهاد زيادة على إبطال عمله وإحباطه. ولن يقرب ولن يشم رائحة الصديقية في شيء. صديقية عالية عالية جدا، تحتاج إلى صدق. صدق إيش قلنا؟ الصدق والصدقة والصديقية مشتقة، كل ذلك من معنى واحد، من معنى واحد. صوت الصدق عالي. وقد يطرأ للإنسان في بعض الحالات ضعف، يمكن يكون نية ديالو زينة ويجي الشيطان ويبغي يخرجوا على السكة. كل ذلك يمكن أن يقع حتى للصديقين يوقع لهم، ولكن السيمة ديال الصديقين دغيا كيرجع مرة واحدة كيرجع. مرة وقعت واقعة لأبي بكر الصديق حينما حدثت حادثة الإفكي. حادثة الإفك هي النازلة اللي بعض المنافقين تهموا أمنا، تهموا أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بالزنا، حاشاها رضي الله عنها وأرضاها وأعلاها. حادثة الإفك وبدأت الهضرة كالدور، شي كيقول شي بالسر، حتى فشى ذلك الأمر بين المسلمين. وكان من تكلم في هذا الأمر منافقون، هم اللي اخترعوا الكذبة منافقون. وكان بعض المسلمين السداج دوروا الهضرة بيناتهم تاو، ماشي كيقول شيء. من بين ذلكم رجل اسمه مسطح، مسطح رضي الله عنه وأرضاه، يعني غير السداجة ماشي بالنية الفاسدة هو. والنبي صلى الله عليه وسلم حداهم اللي تبت عليه هذا جلده 80 جلدة استجابة لما نزل في ذلك من القرآن. عائشة رضي الله عنها ما يقرب من شهرين وهي مسكينة غافلة عن هذا الأمر، لأنها من المحصنات الغافلات، ما سيقاش الخبر، ما مسوقاش سوق الرجال، قاعدة في دارها وحاجة ديالها والناس راه كيهضروا عليها وهي ما سيقا خبر. كانت واحد الصحابية تخدمها فسقط منها شيء، يعني بحال طاح لها واحد الإناء من يد هذه الصحابية، فلما طاح قالت تعيسة مسطح. تعيسة يعني سبة، سبة يعني لعنة أو شتمة. تعيسة مسطح. ويا عائشة تضر فيها، قالت لها ما لك وهي وهو رجل صالح وكذا، بدأت تشكره وتمدحه، هو من الناس اللي تكلموا فيها. هذيك شي باش قالت لها الأخرى تعيسة مسطح، قالت لها هي ما عرفتيش اش قال فيك. فذكرت لها ذلك. فلما بلغ أبا بكر الخبر، هذا باها وتاخذ العاطفة الأبوة يحسن عوانه، وهذه زوج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويغيضوا الحال. قال مسطح والله لا أنفق عليه أبدا. شنو كان مسطح؟ من قرابته، وكان من الفقراء، ما عنده والو، فقير، وكان سيدنا أبو بكر اللي كينفق عليه. أنا نوكلك ونشربك وانت ما زال كتهضر ليا في الأهل ديالي والذرية ديالي، والله لا أنفق عليه أبدا. فنزل، يعني ربي تعالى قال له انت ماشي ديال هادي، وأن ينزل قرآن في شأن أبي بكر فذلك أمر عظيم. نزل قول الله جل وعلا: ولا ياتل أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزلت سيدنا أبو بكر الصديق يعني بحال نقولوا كان سخون ونزل عليه المبارد، فهذا أروعه وقال: بلى أحب أن يغفر لي، أحب أن يغفر لي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قالوا بلى أحب أن يغفر لي. ولا يتل أولو الفضل منكم الساعة، يعني ولا يتل لا يقسم ولا ينقطع، ولا يجعل ذلك قطيعة وقسما أن لا ينفق، ما تقطعش الخير والفضل على أولي القربى
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وكان مصطح من هؤلاء جميعا، كان ذا قربة وكان مسكينا وكان من المهاجرين، ما تقطعش عليه الخير. على أنت من اللي كنت كتنفق عليه؟ واش كتنفق عليه لأنه هو، ولا كتعطي ديك الصدقة لله؟ ولا كتعطيها لله؟ خليك عطيها لله، ما لا يهمك أنه صنع كذا أو انحرف في كذا أو كذا أو كذا، لا يهمك حاله، وإنما يهمك أنت لمن تعطي، لمن تعطي، أل الناس أم لله؟ ولك تحطها في الله وتهنى عليها، فهي آنئذ عند الله عز وجل تربو، كتكبر كتكبر كتكبر، تربو إلى أن تكون مثل الجبال الشم يوم القيامة أجرا لك. فلذلك يعني خص باش تكون صدق أو يكون الإنفاق فعلا بهذا المعنى اللي كنت تكلموا عليه اليوم، بمعنى كونه منزلة إيمانية، يكون في واحد درجة عالية عالية جدا من الصدق في العمل والتوجه إلى الله عز وجل، لا تراعي في ذلك أحدا ولا بشرا ولا مصلحة ولا قيل وقال، تكون انت ديال الله، يعني تجعل نفسك مملوكا لله، لأنه من اللي كتخرج مالك كتعبر تعبير صادق، يا ربي هذا المال الذي هو أعز ما يطلبه الناس في الدنيا بل يعبدونه من دون الله، أنا أذبحه بين يديك. هذا عبد حقيقة، هذا يقال فيه نعم العبد إنه أول، في مثل هذا يقال هذا عبد ديال الله عز وجل، لأنه وحد الله. ومن أعظم مراتب الإخلاص والتوحيد أن تكفر بالمال وتكفر بكونه إلها يعبد من دون الله جل وعلا. ومع الأسف ما أهلك الناس في زماننا هذا خاصة إلا عبادة المال، باعوا دينهم، باعوا أعراضهم، باعوا كل شيء من المقدسات ومن كل ما يحترمه الناس مقابل دراهم معدودات، دراهم معدودات فانية مع الأسف الشديد. الإنسان يبيع عرضه بدرهم، يبيع الدين دياله فيزا، هذا وثني ليس موحدا، انتهى، وثني. مرات تمشي تزوج بنصراني كافر بالله، لا دين له، من أجل مال حطام الدنيا أو رجل كذلك. فلذلك حينما يخلص العبد لله فعلا يعرف بأن المالك إنما هو الله. ولهؤلاء ينادي المنادي كل صباح من الملائكة: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. في المنفق الحق، منفق والذي أخرج المال من قلبه، خرج حبه، خرج عبادته، ووحد القبلة في اتجاه واحد، عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الذي يخلف الله له ويخلف في الدنيا وفي الآخرة. وعلى مثل هذا أقسم رسول الله القسم المشهور عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، فقال: من بين ما قال ما نقص مال من صدقة. هذه من الثلاث التي أقسم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيقسم كيحلف لنا: ما نقص مال من صدقة. ما عمر المال ما ينقص بالصدقة، إذا مشيت خرجت المال ولقيته نقص رجع النية، ما ترجع شيء الحساب ديال المال، رجع النية ديالك. ما نقص مال من صدقة. إذا كانت الصدقة صدقة حقيقية حقيقية، كانت على هذا الوزان من الإنفاق وغدي لله سبحانه وتعالى بهذه النية المجردة التي تنفق فيها اليمين، فلا تدري الشمال ما صنعت اليمين، والله لا ينقص المال بل يزيد، يزيد في الدنيا ويربو الأجر، يكبر الأجر ويربو الأجر عند الله جل وعلا إلى أعلى المراتب. وتختصر المسافات، الناس اللي راهو غاديين إلى الله عز وجل وطريقهم حسن بالصيام والقيام والأذكار، حينما تركب مركبة الإنفاق كتمشي بحال البرق، إلا غادي يقطعهم السنوات، أنت تقطع اللحظات والثواني لتكون من أهل الله، لتكون من الصديقين فعلا، لتكون من الصديقين. ولا بد كما ذكرت في ذلك من هذا المعنى التعبدي الداخل الباطن، وفيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سبق درهم ألف درهم. كاين الدرهم اللي عند ربي تعالى كيوصل مولاه أكثر من ألف درهم، نظرا لما وقر في قلب صاحب الدرهم من القصد، ونظرا لي يعني الوقع الإيماني لذلك الدرهم في قلب مخرجه. كيمكن مول الدرهم ما عنده غير داك الدرهم، هذاك الشيء اللي عنده وفي حاجة شديدة إليه، ومول ألف درهم عنده الملايير، من اللي كيخرج ألف درهم من ناحية الإحصائية النسبية بحال ما خرج والو اطلاقا، ما يشعرش به كاع ألف درهم شنو هو، ما عندوش هو حساب كاع، ومول الدرهم رفد له الهم، لانه داكشي اللي كاين هذاك راس المال. فاذا خرجه فقد خرج عند الله ما له كله بذاك القصد ديالو، ديك النية العميقة ديالو، يعني خرج المال وهو به اليه خصاصة
محتاج له خاص هذاك الدرهم فيوثر غيره عليه، شيء عالي جدا. لأنك حينما توثر الآخر على نفسك ما معناه؟ أنك آثرت الآخرة على الدنيا، أنت كتراعي الآخرة لا تنظر إلى الدنيا. فبهذه المعاني الكبار العظام كان الإنفاق منزلة إيمانية من أعلى المنازل التي تطرق بقوة باب الصديقية التي أعلى الله شأنها، وإنما ذكرها لقلائل من الناس في القرآن الكريم. والباب يعني الباب الخير ما مسدودش، ربي تعالى فتح الأبواب على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها للمنافسة في الخير. فإذا استطاع العبد أن يصفي نيته في الإنفاق وأن يجعل إنفاق المال عبادة ليس عبثا، أن تكون الزكاة ركنا من أركان الإسلام، الزكاة اللي ينفرضها جعلها ربي تعالى ركن من الأركان الخمسة، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ناحية الركنية والصلاة والصيام والحج، فجعل إخراج المال بمقادير معلومة من الزكاة فريضة بمنزلة الركن، يعني من السواري الكبار ديال الدين اللي طاحت له طاح له دينه كامل إلا أن يتغمده الله برحمته. إلا جحدها، من جحدها فقد كفر، اللي قال كاع ما كايناش كما وقع في حرب أهل الردة، أولئك جحدوها، من جحدها فقد كفر، ومن تركها تكاسلا فقد ارتكب كبيرة من أشنع الكبائر، من أشنع الكبائر ومن أعظم الموبقات، لأنه تخلف عن حق عظيم من حقوق الله جل وعلا. قلت ليس عبثا أن يجعل الله ذلك ركنا، خصنا نعرف بأن إخراج المال فهو عبادة نعبد الله به. ملي كتسجد لله وكتركع في الصلاة كتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، أو في سجودك سبحان ربي الأعلى، وتسجود يعني تخضع وتضع جبهتك وأنفك خاضعا عابدا بين يدي الله جل وعلا على الأرض، كذلك حينما تنفق المال قلبك يسجد، وإن لم تسجد جبهتك في الزكاة وفي غيرها قلبك يسجد ووجدانك يخلص لله جل وعلا. ضربون من الصلاة، واحد نوع من معاني الصلاة حاصل هنالك، وهو الركوع والخضوع والاستسلام لله جل وعلا. تقول ربي أنت الواحد تملشي، ما أنا إلا راني يعني هنا مستخلف في الأرض، المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. هذه القاعدة دي العلماء الاقتصاد الإسلام، فقهاء الإسلام علماء المال في الإسلام قعدوا قاعدة مفادها المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. عجيب أمر الإنسان سبحان الله العظيم، يجمع 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 والزمن يجري ضده، ماشي معاه الزمن، أنت تجمع الزمن ضدك، الزمن اللي معك هو الزمن اللي كتنفق فيه لأنك تمضي فيه عملا حسب لك لا عليك، أما الزمن اللي كتجمع فيه فذلك زمان يعني ديال الابتلاء، لأنه سيرى ماذا تصنع، فألا تخشى أن تأتي اللحظة التي تباغتك فيه الموت وأنت تجمع ولا تنفق؟ إذن لك شي كل وتهز على ظهرك حسابا، ولن تنقل منه فضيلة إلى الآخرة، بل فضائله المادية تبقى هنا، كيديه لك الورثة ديالك بلا خدمة، خدموش عليه وأنت تحمل حسابه وحدك، وحدك تحمل حسابه بين يدي الله جل وعلا. ولهذا العبد فعلا حينما يوقن بالآخرة ويتقرب إلى الله جل وعلا ويسير إليه ويدعوه رغبا ورهبا، يكون المال نوعا من أهم أنواع العبادات التي يعبد الله جل وعلا بها في الأرض. وغلط كبير عليه كثير من المسلمين اللي يفرقوا بين الصلاة والزكاة، ولو تفريق تكاسل ماشي تفريق جحود، كما صنع أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق وأقسم عليهم والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة في الإيمان، يقاتل هذا، وهكذا صنع أبو بكر في حروب الردة. لكن حال المسلمين الآن ماشي في هذا الأمر هذا يعني على العموم، وإنما وتفريق تكاسل، كيقدر يعني يصلي وما يزكيش، أو يعني يشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوم رمضان وما يصليش، حوال من تناقض عجيب تدل على فساد الفهم للدين وعلى فساد العمل بالدين، هذا فساد خطير. كيف إذن أنت تخضع ببدنك ولا تخضع بمالك؟ هذا دل على حاجة، أنك لا تخضع بقلبك ولو كنت تصلي. ولذلك قال لك الصدقة برهان، دليل على أن قلبك خضع لله واستجاب لله، فإذا ركعت وسجدت كنت صادقا. شكون الدليل؟ ماشي الركوع، لا، الصدقة التي أخرجتها، هذاك الدليل. والصدقة برهان، دليل على أنك فعلا بما أنفقت دليل على أنك تصلي حقا وتعبد الله صدقا، وهذا الذي يقودك إلى الصديقية. فحينما يكون العبد دائما الإنفاق يكون منفقا.
سيدنا أبو بكر الصديق واحد العدد ديال الناس كان ينفق عليهم، أيتام كان ينفق على أيتام وينفق على أولي قربى ويعتق الأرقاء والإماء في سبيل الله، يعني والمنفقون أو والمنفقين حالة الإنفاق عنده دائمة، لأنه يعني هذه كلمة وأنفقوا وأنفقوا فيها معنى الدوام والاستمرار، فيها معنى الدوام والاستمرار، لأن قلت الإنفاق هو كتخرج كل شيء، حتى لما خرجت كل شيء الآن راك غادي معه، راك غادي معه تنفق اليوم وغدا هذا منفق، أما كتخرج واحد الصدقة اليوم وتقطع فهذا ليس بإنفاق حقيقي، ما فيش معنى، فيه صدقة حتى ولو خرجت النية، فيه صدقة قد تكون زكاة، قد تكون يعني صدقة من أنواع الصدقة التطوعية، ولكن في معنى الإنفاق الحقيقي ما فيهاش، لأن معنى الإنفاق الحقيقي فيه إما إخراج الكل أو الدوام على الفعل ديما، يعني عندك يتيم أنت تكفله دائما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى، بين الصبع الوسطاني والصبع ديال التشهد، قرن بينتهم يعني في الجنة، في الجنة المنفق على اليتيم مع سيدنا رسول الله متجاورين، وكفى بها منزلة عظمى لا ينالها إلا الصديقون، باش كتعربي راه الصديقية فعلا عالية، هذاك الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاته صعيبة الطلب، هذا طلب صعيب، واحد من الصحابة خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما، أدى واحد الخدمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل سل أجرة تخلص شحال غنخلصك، هذاك الصحابي ذكي فكر قال ذكرت لو أني سألت شيئا من أمور الدنيا فإن الدنيا تنتهي والمال يفنى، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطراق سكت، يعني هذا طلب وعر، دخل الجنة ما شاء الله الجنة واسعة وربي كريم سبحانه وهو كريم قبل ذلك وبعد ذلك، ولكن هذا طلب حداه، يعني والمنازل ديال الصلاح عالية عالية في الحديث، إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، وخال عبد الله في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل المراتب العليا، حل قاعد في واحد الكوكب في الجنة، كيش واحد النجمة بعيدة بينه وبينها ملايير السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم، شكون هذاك القصر؟ قصر عمر، قصر أبي بكر، قصر عثمان، بينك وبينهم أفلاك وطبقات ما شاء الله، وهذا جنيشا قال وأسألك مرافقتك في الجنة، ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود، إن طلبتها كبيرة أنت، فأعني على نفسك، وتعلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مستجاب الدعوة، غادي نطلب الله تعالى باش تكون حدايا في الجنة، وكن عاوني على رأسك، عاوني على رأسك بكثرة السجود، فحينما مثل هذا أدى خدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ووعده رسول الله بأن يأجره أجره، قال له طلب أشنو بغيت نخلصك ولاخر فاجئه وطلبها بهذا الشكل، فإذا مع ذلك قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، المتصدق يختصر ذلك كله، أنا وكافل اليتيم كهاتين، يجمع له كله في جملة واحدة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وتعلمون حديث المرأة المومس أو الباغية من بني إسرائيل التي دخلت الجنة في كلب ساقته، يعني القلب ديالها شفق على كلب في الصحراء كيلهت بالعطش يكاد ينقطع لسانه عطشها، فدلت الخمار ديالها الخرقة ديال الراس ديالها دلتها في البيروج بدات له الماء وقعدت كتسقيه تشربوا بيديها، فأدخلها الله الجنة بذلك على ما كان منها من الفسق والفجور والزنا بسبب صدقة في كلب، وفي كل ذي كبد رطبة صدقة، شيء عظيم، فعل الخير من الصدقات والزكوات وسائر أنواع الإنفاق، الإنفاق ليس مثله شيء من العمل الصالح بعد التوحيد، شيء كبير جدا، ولهذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما فتح الله مكة وقال الأنصار لقد فتح الله على رسوله لرسوله مكة ونصر الله دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقالوا ننصرف إلى متاعنا وأموالنا نهتم بالدنيا ديالنا، وقد كانوا أهل فلاحة وزراعة، فأنزل الله فيهم الآية المعلومة من سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في بعض الغزوات من غزوة القسطنطينية في أوائل غزواتها أحد المجاهدين ألقى بنفسه في العدو
يعني غادي وغامر ودخل لحرسه في العدو يقاتل في سبيل الله. فبعض الناس قالوا يلقي بيدي التهلكة. فنادى رضي الله عنه وأرضاه قال والله أيها الناس إنكم لا تتأولون هذه الآية على هذا التأويل أو هذا التأويل، والله إني أعلم فيما نزلت. لقد نزلت فينا معشر الأنصار حينما فتح الله لرسوله مكة ونصر دينه، قلنا أي معشر الأنصار قلنا نرجع إلى أموالنا ونصلح دنيانا أو كما قالوا. فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شنو التهلكة؟ الإلقاء باليد إلى التهلكة في هذا السياق هو إمساك المال، صافي هذا معناه في السياق. ربي قال لهم انتم اللي كنتوا كدعموا الدعوه ديال الاسلام والجهاد في سبيل الله بما كان عليه من البركات والخيرات في عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام، بغيتوا تحبسوا وتمشيو تقابلوا الجنانات الغراسي، هذا القاء باليد التهلكه. سير للجنانات الغراسي ولكن جيب داك الشيء الى الايمان والاسلام. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بالانصراف عن الايمان الصالح والعمل الصالح، بالانصراف عن الايمان والعمل الصالح إلى الاشتغال بالدنيا فقط. وأحسن ما تديرش غير اللي طلب منك الله تعالى بالوجوب، زيد على ذلك بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولهذا يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنصار استجابوا لله ولرسول الله لما دعاهم إلى هذه الحياة، والله إنها لحياة لذيذة وإنها لمتعة سعيدة أن يشعر العبد بأنه يسير في مراتب الإيمان العليا وأنه يرجو أن ينال مرتبة ومنزلة الصديقية عند الله، وما ذلك على الله جل وعلا بعزيز. ربي كريم سبحانه وتعالى إذا علم الصدق من العبد قربه إليه تقريبا. ولهذا الإنفاق راه خاصية صفة في الإنسان، وتعرف بنادم إلا عنده هاد الصفة ولا ما عندوش من السلوك اليومي دياله، من السلوك اليومي طبيعي، وليس بالضرورة أن يكون غنيا، ماشي بالضرورة. كاين بنادم اللي كتعرفه يعني يقدم الخدمات سريع، يعني يخدموا أهل الخير، يخدموا المؤمنين، يخدموا الناس، يخدموا أهل الحاجات بأي شيء، خا ما عندوش كيخرج ريال لأنه فقط ريال، كيستطع أن يخرج. هذا الذي يعبده الناس يضعه هو فعلا تحت قدمه ويسلطه على هلكته ويذبحه بين يدي الله عز وجل تضحية به. هذا شيء عظيم جدا، تنفق الظهر وتنفق البيت وتنفق المال وتنفق المنافع، ما كاينش غير الفلوس يعني حب سيولة فقط، لا هذاك شيء مهم وهو من أعلى المراتب. ولكن الإنفاق كنقول راه صفة في بنادم، راه اللي ما كينفق شيء صغيرة ما ينفق شيء الكبيرة لأنها صفة يعني واحد طبيعة في الإنسان يؤتيها الله إياه تفضلا منه ونعمة. يعني أعطي مثال مثلا، يمكن أن ينتهي هذا الدرس وتوجد ناس ساكنين بعيد 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر في ضواحي المدينة ما كاينش اللي يردوا في السيارة ديالو، ماشي كنركب على سيارتي صافي كملت أنا، ما كاينك معايا أحد. أنفق الظهر، يعني من كان له فضل ظهرين فلينفق أو ليعود على أخيره بهذا الفضل أو بهذا الظهر. ركب معك خوك المؤمن فين تسكن وصل أهل الخير إلى منازلهم إلى بيوتهم، هذا ضرب من الإنفاق. الصالون ديالي ما يدخلوا ليه إلا فلان وعلان وعلان، لا حتى دوك المساكن الدراوش خليهم واحد النهار يدخلوا الصالون ديالك ويجلسوا على ديك الزربية الغالية ديالك ويأكلون ويشربون مما آتاك الله، هذا راه ضرب من الإنفاق. وحين أمرنا بالإطعام راه واحد المعنى عظيم جدا، راه ماشي فقط الإطعام تخرجوا فلوس، لأن حتى داك فاش كيخرجوا فلوس صحيح قد يخرجوا نقدا لا بأس بذلك، ولكن من المقاصد أيضا أن تطعم الناس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لأنه راه كطبخوا في الدار كيتمحنوا عليهم مالين الدار وكيدخلوا هذوك الناس وانت اللي راك كنت يعني كتخدم الناس فقراء، شيء مهم كتدخل لهم الماكلة وتحط لهم وترحب بهم، راه واحد التأثير نفسي عالي جدا أكبر بكثير من كتعطي 100 درهم تقول سير الله ينيك، كتقول له 100 درهم كتقول غير بعد عليا، ها 100 درهم غير انيني، لا سيدي دخلوا لداري ونجلسوا على الزربية ونكب عليه طاس الشلال، هذا شيء عجيب تنال به من الدرجات ما لن تناله بعمل آخر. علاش؟ لأن عندك خاصية الإنفاق كاينة هنا، تبذل نفسك، تبذل ذاتك، تجعل نفسك خادما على أعتاب الله، خادما بين يدي الله، أنت عبد أنا إذن لله، مش عبد لهذوك الناس، عبد لله عز وجل، إنك تشوف هاد الناس بهم كيرضى الله تعالى عليك، وهذا ومثله كثير. أما حينما تكون الصدقة جارية فتلك نعمة ولك أي نعمة،
اللي كرمو ربي وساهم في شي خير يستمر بعد موته. يستمر بعد موته معناه إذن أنك باقي حي، ما متشاي، لم تموت، انت راك في قبرك والرصيد ديالك باقي كيجي من الدنيا. شيء عجيب أن يبقى شيء مستمرا بعد وفاة العبد يخدمه وهو في قبره، الولد الصالح والمال النافع والصدقة الجارية. أما الولد الصالح فيموت. الحديث اللي فيه بأن الله عز وجل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له وصدقة جارية ومالا ينتفع به. الولد الصالح صحيح بدعوته وبما يفعل من الخير، وكيت هو كيموت هذا الولد الصالح، عطيه قرن كاع صافي مات. وما شاء الله في الدنيا وفي الزمان، والعلم قد ينفع فعلا إلى الأبد، قد وقد ينقطع أيضا. عدد ديال العلماء مثلا دازوا في التاريخ كي اللي ما باركلوش ربي في سبحان الله العظيم في العلم ديالو، يعني كتب ديالو تقطعت، اندثرت السند ديال الرواية عليه تقطع صافي، بقات غير سميتو كان من العلماء. ما أثره فعليا الآن لا يدري أحد، انقطع ذلك. فما تدري ربي قبله ما قبلوش، ما تدري شنو كان في نيته. ونعلم بعض أهل العلم مثلا ممن كتب كتاب يسير، الإمام النووي رحمه الله معروف صاحب رياض الصالحين والأربعين النووية وشرح مسلم. شنو هي الأربعين النووية من حيث الخدمة؟ طالب بسيط دابا يعني طالب في الثانوي يصنع بحال الأربعين النووية أو أفضل، يجمع بحالها ما هي 40 حديث ولا كذا و40 حديث، يجمع من صحيح البخاري ومسلم من كتب السنن. أنا نجمع غير من البخاري ومسلم باش أنني راسي من التصحيح والتضعيف. ولكن شكون اللي يقبل لك؟ ما معنى يضمن لك القبول؟ شكون اللي يضمن لك القبول باش هذيك الأربعين ديالك أنت يقراوها الناس ويشرحوها الناس ويحفظوها الناس ويحفظوها لولادهم الناس وتنال انت الاجر؟ شحال واحد دار الاربعين ديالو ولكن ما مشاتش في السوق، لم تستمر. فكاين الحاجه اللي كتبقى، كاين الحاجه اللي كتنقطع، ما كيديرش فيها ربي البركه على وزان القصد الذي قصده صاحبها. وكاين مالي الاوقاف والاحباس، شحال واحد حبس الارض وجات الايام على نيته ديك الارض سبحان الله واخا حبسها ما طلعت فيها بركه. كاين اللي ربي يجعل له البركه وديك الارض طلع فيها جامع او طلع فيها خير ولا طلع فيها شي مصيبه والعياذ بالله. كاين اللي سبحان الله علامات القبول كتكون باينه، هذه الارض ربي يجعل فيها البركه بما وقع من صدق والاخلاص، يعني ديك الصدقه اي انه فعلا جرد قلبه لله جل وعلا فاعطى تلك الارض لله جل وعلا، نوال الاخلاص ونوال التوحيد ونوال الاجر الاخروي، لا يرجو بذلك سمعه ولا رياء. اما الصدقه الجاريه زياده على المعاني التي ذكرت في الصدق في العمل، ففعلا لما تبقى دائمه من وراك عمل خيري مستمر، مدرسه اسلاميه مستمره تشع الاشعاع عبر التاريخ الى ان يرث الله الارض ومن عليها، شيء عظيم جدا. من اضمن الاعمال التي تستمر الصدقات الجاريه التي تبقى عندها ضمانات باش كتبقى بما فيها من طبيعتها الاستمراريه وبما اخلصت فيها لله الواحد القهار. ولهذا فعلا كانت المركبة ديال الإنفاق من أسرع المراكب في السير إلى الله عز وجل. إلا كيمشيو الناس بالحساب بالكيلومتر ولا بالساعة ولا بكذا، أنت كتمشي بسرعة الضوء. يعني لا خدينا بهذه المقاييس التي يستعملها الناس اليوم في المجال الفيزيائي، تمشي بسرعة الضوء وأكثر في سيرك إلى الله عز وجل عبر الإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.